اضطراب طيف التوحد هو اضطراب نمائي، اضطراب في النمو، في مراحل نمو الطفل، بحيث يكون أساساً يصاحبه قصور سواء كان في التواصل اللفظي وغير اللفظي، قصور في التفاعل الاجتماعي، وأيضاً يكون لديهم سلوكيات مقيدة أو متكررة. في عام 2013 تم توحيد جميع المسميات وكان تحت مصطلح واحد وهو اضطراب طيف التوحد، يعني بمعنى أنه أصبح له نوع واحد، اسم واحد، ولكن له ثلاث مستويات: مستوى بسيط، متوسط، شديد. يشخص اضطراب طيف التوحد باعتباره هو طبعاً من الاضطرابات المعقدة، فلذلك يصعب تشخيصه. صعوبة التشخيص ناتج عن النطاق الواسع من أعراض هذا الاضطراب، وأيضاً بسبب صعوبة تفسير سبب الإصابة به. عادة يشخص في السنوات الأولى من حياة الطفل، وغالباً التشخيص اضطراب طيف التوحد يركز على جانبين، على في مرحلتين: المرحلة الأولى وهي مرحلة الفحص الأولي، والمرحلة الثانية وهي مرحلة التشخيص الدقيق. مرحلة الفحص الأولي بمعنى أن يتم تحديد فيه مؤشرات لتأخر النمو للطفل، ومرحلة التشخيص الدقيق تتم فيها مرحلة التقييم الشامل لتحديد جوانب القوة والضعف لدى هذا الطفل من قبل فريق متعدد التخصصات.